أن النودية هذه فيها سوفلي كاردون مقطع، يعني فاز لازم باش نغيروه، لازم نحلو الكاردون وهي ما زالت العجلة لوطا باش ما نقعدوش نسحقو الفران شيء، مفتاح 17 سيبون، نحلو البنون الوسطانية، حلينا الكاردون، نحينا العجلة. كملنا حلينا الكاردون البولون تاع الكاردون، تو باش نحلو البراويت تاع الفيزي باش نجمو نجبدو الكاردون خرجو من بلاصتو. عندنا ثلاثة بولونات نحلوهم تاع البيالات، البولون خرج عن التري كيف نحلوها كالعادة. حلينا الشيرة اليمين مفتاح ملتي بون نجمة، نجيبو طبعا الزوايد باش نحلو الفيش، نبدا طبعا الزوايد نحلو بيه الفيشة. Wow.
التخيط تاع الكابتير. نقص على التري شوي باش تحل الفران تاعها مكانها. انا صرت لبس النحو نجي من قدام شد البتا والتري باش متنعب باش تقربع بعد خرجوها التري كيما تشاهدوا فينا. هذه البتا بيلع كل الذراع هذا كله يتنحط. نجبد الكاردون، الكاردون يخرج وحده ما غير ما لا ضرب لا حتى شيء. ما هذا الروم السفلي نتاع الكاردون اللي مقطع؟ عندنا السفلي هذي، عندنا السفلي، علاش نحينا احنا الكاردون؟ اللي هي السفلي هذي مقطعة، توا كيفاش؟ تقطعت ولا التراب والماء يدخل لهنا. والكاردون شنو حوالهم؟ الكاردون لاباس عليه. لاباس؟ هاك النحو، النحو التيت جملة. ايه باهي، كمل. انا الكاردون هذا كيما وريناكم الحين تو باش نحلو السفلي نتاعو، عنده كعب وكولي تشد كعب وكولي فيه غرافيت نحلوها هاي كيما تشاهدوا فيها. هذي الكولي حليناها كعب كعب كبير وكعب صغيرة. كيما تشاهدوا فينا هكا هذه السفلي نضرب على التيت كاردون هكا يخرج. هذا التيت عن هذي الكردون كيما شاهدتونا نحيناه نمسحو بلاستو بالكدا نمسحوها نظفوها. نظفو بالكدا كيما تشاهدو فيه هاكا. هذي الكردون يجو السفلي للسفلي نتاعو جور ركب السفلي هذا السفلي نتاعو. هذا السفلي هذه السفلي ركبناها في مكانها كيما تشاهدوا فيها انتم هكا. عنا هذا الكردون تشاهدوا فيه نعبوه بالجريس هكا كيما تشاهدوا فيها عبوه بالجريس هكا.
هذا كردينو الكردون عبينيه صحيح. داو شحطوه في بلاستو. كملنا الكردو سكرناه في بلاستو، ركبنا له كعبة الكولي اللي هي هذي، كبسناها. تو باش نعمل له مسحة معاك بلاست الجديد بلاست الجريس، ومن بعد نجيبو نكملوه هو ساي السفلية هاكا ركبت ساي في مسدها معبية بالجريس. بقى لنا باش نركبو البراويات وكل شيء ونكملو كل شيء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.